بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة قصة من جزر القمر. إيه جزر القمر دي؟ جزر القمر دي بلد في أفريقيا، أهلها أفارقة مسلمين، غالبية السكان من المسلمين، وناس منهم كتير بيجوا يدرسوا هنا في الأزهر. يعني هتلاقي طلبة في الأزهر من جزر القمر معروفين قوي. واحد منهم كان صديقي حكى لي الحكاية دي، وهي حكاية حقيقية، وأنا دمعت وهو بيحكيها لي من كتر ما تأثرت بيها. وهي القصة حصلت سنة، هو بيحكي لي سنة 1989، حصل زلزال. الزلزال دون كان زلزال شديد، ويمكن جزر القمر فيها أرض يعني وديان وفيها جبال، فالزلزال والجبل لما تهز مات عدد كبير من الناس في دقائق قليلة، وتشلت المنطقة تماما وتحولت لخرابات كبيرة. في منطقة على جنب كان بيسكن فيها راجل فلاح مع زوجته. الراجل الفلاح مع زوجته ده يعرف صديقي اللي بيحكي لي الحكاية. الراجل الفلاح منزله اتخلخل من الزلزال لكنه موقعش، ما اتدمرش. اطمن على مراته وسابها في المنزل وطلع يجري على المدرسة الابتدائي اللي بيدرس فيها ابنه، اللي حصل فيها المنطقة المنكوبة اللي في قلب الزلزال، المدرسة الابتدائي بتاعت ابنه في قلب الزلزال. الراجل وصل لمبنى المدرسة لقى تحول إلى حطام، كل المبنى وقع، المبنى كله واقع، وكل الآباء والأمهات واقفين بيبكوا، مات الأولاد. وقف صدمة رهيبة، ابنه اسمه إبراهيم، بيقول إنه هو افتكر إن ابنه هو صغير من ساعة ما اتولد كان دايما الأب يطمنه ويقول له أنا دايما حكون جنبك، وفضلت الكلمة ترن في ودن الأب، أنا دايما حكون جنبك، أنا دايما حكون جنبك. وافتكر إن ابنه دلوقتي تحت الركام مات وهو مش جنبه، وبدأت الدموع تملى عينيه، ابنه مات. وفي لحظات طلع كل قوة الإرادة ومسح الدموع من عينيه وركز تفكيره جدا، وافتكر أنا دايما حكون جنبك هي ما كانش كلام. أنا لما قلت لابني أنا دايما حكون جنبك أنا لازم أكون قدها، أنا دايما حكون جنبه حتى لو مات هطلعه. وبدأ يركز تفكيره وبص على كومة الأنقاض كده المحطوطة، وبدأ يتخيل طب هو كان فين موقع الفصل الدراسي بتاع ابني، فافتكر إن ابنه كان في الركن الخلفي مثلا من الناحية اليمين من المبنى. قام طالع جري وعلى ركبه وبأيديه وجنبه بس جروف، وبدأ يحفر والناس كلها بتبص، حاول أباء تانية إن هي ترجعه يقولوا له خلاص فات الأوان ماتوا، يقول لهم هتساعدوني ولا لأ؟ يقوموا سايبينه وماشيين، يفضل يزيل الاحجار وايده تتقطع من ويبدا الدم يجي فيها، يقوم جاي له رجل من رجال اطفاء الحريق بتوع المطافي يقولوا له لو سمحت انت بتعمل ايه؟ يقول له هتساعدني ولا لا؟ يسيبه ويمشي ويفضل في محاولته. يقوم جاي له رجل من رجال الشرطه بيفتكروا ان هو اتجنن يقولوا له انت بتعمل ايه؟ مفيش فايده اللي انت بتعمله. يقول لهم هتساعدوني ولا تسيبوني؟ وفضل يحفر ويزيح 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 37 ساعة. القصة حقيقية يا جماعة، 37 ساعة، لغاية ما زح حجر كبير فبنت له فجوة كبيرة. أم منادي يا إبراهيم يا إبراهيم، فسمع صوت بيقول له أنا هنا يا بابا، أنا قلت لصحابي اللي معايا في الفصل، لأن لما حصل الزلزال اتعمل مثلث من الحجارة تحتيه فجوة فالولاد ما ماتوش، كل الفصل كان عايش، كان فاضل لهم ساعات ويموت. قال له يا إبراهيم، قال له أنا هنا يا بابا، ما تخافش، أنا قلت لأصحابي بابا حيجي لأن بابا وعدني وقال لي أنا دايما حكون جنبك. مات 14 من تلاميذ الفصل وخرج 22 منهم إبراهيم. لو كان اتأخر عليهم ما كانوش طلعوا. طلع الأب واتنقل للمستشفى لأن كل إيديه جروح. الولد كبر وبيقول لي هو الولد فضل يقول دايما أبويا جنبي. أنا بهدي القصة دي للأباء، ادي دايما الثقة لأولادك، خليك جنب أولادك حتى في أحلك اللحظات، مهما بعدوا أو كانوا وحشين، مهما مصايب الدنيا مرت بيهم، ارسم بسمة أمل على أولادك وطمنهم دايما أنا دايما جنبك، وساعتها ربنا حيساعدك وحتكون دايما جنبهم. بسمة أمل، والسلام عليكم ورحمة الله.